اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينب طعم البيوت. هتكونوا معايا انا وزميلتي العزيزه رباب المهدي على مدار ساعه ونص. اهلا بيكي رباب. اهلا بيكي يا تغريد، واهلا بكل مشاهدينا على مدار ساعه ونص. هنكون معاكم بنقدم لكم مجموعه متنوعه من الفقرات. تغريد في بدايه قبل ما نبدا فقراتنا هنستعرض طبعا فقراتنا فيما بعد. لا زلنا نؤكد تضامننا مع اهلنا في غزه والضفه الغربيه في ظل استمرار حرب الاباده الجماعيه والارض المحروقه واستخدام الاسلحه المحرمه دوليا ضد الشعب الفلسطيني. فعلا يا تغريد، وكمان بنقول ان عدد الشهداء اقترب من حوالي 12 ألف شهيد غير المصابين والجرحى في ظل حصار شامل وقطع الكهرباء والانترنت والمياه وانقطاع الخدمات الصحية بعد الهجوم على مستشفيات غزة وتدمير غالبيتها. بالتأكيد مصر بتبذل كل جهودها لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ولإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة. من خلال فقرة الأخبار مع تغريد أكيد هنتعرف أكثر على هذه المجهودات. طبعا أكيد تضامنا مع أهل غزة، قلوبنا معاكم، وأكيد يا رب كل الصبر، وأكيد إن شاء الله ربنا هيزيح الغمة عن الأمة الإسلامية جميعا. تغريد قوليلي. أول فقرة هتكون معانا خاصة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إزاي نستكمل مسيرة البناء، وده هيكون من خلال المشاركة الإيجابية من خلال الشباب من خلال دور الأسرة. وطبعا احنا عارفين إنه الانتخابات في الخارج هتكون يوم 1 و3 ديسمبر، في الداخل إن شاء الله هتكون بعدها ب10 أيام. دي هتكون فقرتنا الأولى. كمان استكمالا لفقرة طبعا المشاركة في الانتخابات، بالرغم ما يحيط مصر من أحداث سياسية طبعا فيها الكثير من التخوف وما يحدث لأهل غزة، لكن أكيد إحنا كمان في الجانب الداخلي أو الشأن الداخلي عندنا عرس سياسي هو الانتخابات الرئاسية. إزاي تكون مشاركتنا ودور المرأة المصرية في المشاركة الإيجابية لهذه الانتخابات؟ إزاي المرأة دايما كانت داعم وعامل أساسي داخل الانتخابات بشكل عام وفي مصر وفي كل التطور والتنمية؟ بأكيد ليها دور إيجابي، ده اللي هنتحاول نتعرف عليه من خلال فقرتي معاكم، وكيفية المشاركة الانتخابية وقبول وإقبال المرأة على هذه المشاركة. تغريد معاكي كمان. النهاردة 19 نوفمبر اليوم العالمي لإيه؟ للرجل. كل سنة وكل الرجالة طيبين. كل سنة وكل الرجالة طيبين. والحقيقة فقرتنا هكون عن آدم وحواء، وهنعرف طبعا إزاي الحياة بتمشي، وتفاصيل كتيرة جدا هكون في فقرتنا التانية إن شاء الله. أكيد يا تغريد، دي فقرة مهمة جدا. طبعا زي ما بنقول إن المرأة نصف المجتمع، فأكيد النصف الآخر هو الرجل، وأكيد مع تغريد الموضوع هيكون يعني إلقاء الضوء عليه هيكون بشكل مختلف. كل سنة وكل الرجالة طيبين. كمان هيكون معانا فقرة مهمة جدا وهي إبداعات نسائية، ما احنا هنحتفل بالرجل وفي نفس الوقت نقول إن الستات برضو عندها الحتة البسيطة واللمسة الجمالية، فأكيد الإبداعات النسائية هتختلف وهنشوفها إن شاء الله من خلال فقرتنا معاكم في طعم البيوت. تعالوا بينا دلوقتي نخرج لفاصل، نرجع للتغريد نشوف معاها استعراضها للأخبار، وبعدين نشوف معاها أولى فقرتها. خليكم معانا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا ومعانا طبعا مجموعة من الأخبار اللي بتؤكد على بذل العديد من الجهود من قبل الدولة المصرية تجاه طبعا أهالينا في فلسطين. والخبر الأول بيقول أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لقطاع غزة من الدولة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصرية أن الظرف الإنساني الرهيب الذي يمر به أهل غزة كان محفزا للشعب المصري وكل المؤسسات المصرية من أجل انطلاق المساعدات الإنسانية لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة خرجت من مصر وكل شعوب العالم مجتمعة الثلث الآخر، وهذا ليس تفاخر ولكنه رد فعل القارئ. دي كانت أولى أخبارنا. الخبر الثاني بيقول مدبولي قافلة تحيا مصر تتكون من 199 شاحنة وتحمل أكثر من 2500 طن مساعدات. تفاصيل الخبر بتقول أطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاحنات تحت شعار نشارك من أجل الإنسانية، تتضمن ما يقرب من 199 شاحنة محملة بكل الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة الصالحة للأكل دون طهي والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والأغطية والمنظفات والمطهرات وكشف
مكيفات الإضاءة وأدوات الأطفال الرضع وألبان وغذاء الأطفال، ولا تزال طبعا جهود مصرية مستمرة حتى الآن لأهالينا في غزة. هنلتقي بعد الفاصل، هيكون عندنا فقرتنا مهمة جدا جدا عن إزاي نستكمل مسيرة البناء والمشاركة الانتخابية في الرئاسة 2024 بعد الفاصل. بنعود مرة أخرى، ودايما بنقول أنه لازم يكون عندي نوع من الإيجابية ولازم أشارك وأكون فعال، وده من أجل يعني الوطنية وحب الوطن، وكمان نقدر نقول أن هي المسؤولية. فقرتنا الأولى هتكون عن إزاي نستكمل مسيرة البناء، ولقائنا هيكون مع سيادة المستشار أستاذ محمد الفخراني أمين صندوق نقابة المحامين بالجيزة، أمين حزب مستقبل الوطن قسم الجيزة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. خلينا في البداية نقول أنه عملية أن أنا يكون عندي حب للوطن، الانتماء، ليه علاقة كبيرة قوي أن أنا أشارك وأكون شخص فعال، ويعني أتوجه إلى صناديق الاقتراع. وكمان إحنا بنقول أنه الحقيقة الانتخابات هتبدأ في الخارج 1 و2 و3 ديسمبر، لكن في الداخل هيكون 10 11 12 إن شاء الله. وبنقول أنه ده نوع كبير جدا من المسؤولية على كل مواطن. أحب أوجه رسالة الأول للشباب. إحنا أولا في محافظة الجيزة عندنا بإذن الله الحمد لله بين رقم واحد في التوكيلات، والتوكيلات لجميع المرشحين مش المرشح واحد. كويس. المرأة عندنا خدت رقم واحد على مستوى الجمهورية. حلو. ده في محافظة الجيزة. حزب مستقبل الوطن فاتح حوارات مع الشباب ومع المرأة ومع جميع طوائف الشعب. احنا بندعو للمشاركة، شارك لأي رأي تقوله، مش شرط حد معين، لكن الواجب عليك ده واجب وطني. احنا في مرحلة خطرة، الحزام ناري حوالين مصر. أكيد. مصر بتتهدد من الجنوب وتهدد من الغرب وتهدد من الشمال. أول مرة في تاريخ الأمة ان في دولة تهدد من جميع النواحي، طبعا مش من ناحية واحدة. الشباب عليهم دور كبير جدا، الشباب عليهم دور ان هم يشاركوا وينزلوا. انا يعني بحزن لما بلاقي المشاركه من السيدات والناس الكبار السن اكتر من الشباب. الرئيس فتح حوار وطني وعايز يسمع الشباب، وقال تعالوا، ودعاهم لحوار وطني، ومعظم الغرف في الحوار الوطني كانت مفتوحه للشباب. ارائهم طرحت على الرئيس واستجاب لحاجات كثيره جدا. البلد مختلفة عن ما سابق، لازم نستحضر المشهد بتاع 2011 وقبل ما كان في 2011. بالزبط. إن في ناس كتيرة قوي قبل ما بدأت الحملة الانتخابية ما كانتش مقتنعة باللي بيحصل، لكن لما شافت أحداث غزة وشافت الرئيس كان بيسابق الزمن في تسليح الجيش وفي الاستعداد ليوم زي كده، ويخليك قرارك قوي وتقفي وتقولي أنا ضد أي تدخل في مصر. ده جاي منين؟ جاي من أنت استعديت، مش جاي أن أنت وليد اللحظة. بالزبط. فالحاجات دي احنا عايزين نعمل عرس ديمقراطي نبين ان احنا مصطفين خلف القيادة السياسية، وانزل وشارك وانتخب اي حد، مش شرط الرئيس عبد الفتاح السيسي، قول رأيك. لكن لازم تكون ايجابي، يكون عندك يعني الشعور ان انت مسؤول، ان انت لازم تنزل وتشارك. ده شعور احساس وواجب وطني ناحية البلد، مش شرط ان انت تقدم مرشح معين. انزل وشارك وقول رأيك. وعايز الشباب ما يستمعوش للسوشيال ميديا، يحاولوا يلجأوا للأحزاب السياسية. أكيد. يعني أنا عندي في نطاق الجغرافي عامل في كل مربع جغرافي في موجودة من أمانة من أمانة الحزب مفتوحة للحوار. خش واعرف إيه الأخبار، ما تسمعش من حد، اعرف إيه أخبار بلدك ماشية إزاي، إيه الأزمات اللي بتضر بيها بلدك، من الشخص نفسه ومن الناس المسؤولة. في نواب بتقعد وتفتح حوارات، يعني كل مقر فيه نائب واثنين وثلاثة. النائب أقرب للقرار وعارف وعارف الدولة بتمر بإيه. واجب عليك تاخد المعلومة من مصدرها، أو تاخد المعلومة الصح اللي أنت تحكم بيها وتقدر بيها بلدك في إيه بالظبط. صحيح. فأنا من خلال المنبر الإعلامي ده بدعو الشباب للمشاركة. شارك. وعايز اليوم 11، يوم الواحد واثنين وثلاثة ده خارج الجمهورية، لكن الداخلي 10 و11 و12. عايزين نبين للعالم كله ان احنا مصطفين خلف القيادة السياسية. بالزبط. ان احنا مصطفين خلف بلدنا، ان احنا مدركين كشعب بالمخاطر اللي بتحوط بالدولة. ان النهاردة الرئيس يعني الله يساعده وربنا يعينه، لما كنا بيشتري الرافيل وبيشتري الغواصات وبيشتري ليه الحاجات دي، وكان يقول لك ما احنا عايزين ناكل دلوقتي. لو الحاجات دي مش موجوده كان هنقدر نقول القرار ده سينا خط احمر. يعني الموقف الاستعدادات نفسها، القياده
واحنا كلنا بنفخر بيه. ده موقف زي عبور 73 بالظبط. سيادة المستشار، يمكن احنا يعني عنوان الفقره بيقول ان احنا بنستكمل مسيره البناء، نقدر نلقي يعني في عجاله كده يعني النظر على اهم الانجازات اللي تمت في السنوات الماضيه حتى نستكملها في الفتره القادمه ان شاء الله. انا فخور بالرئيس ان هو بدا بحاجات زي حياه كريمه، الطرق، مبادرات كتيره جدا، وشبكات الطرق والمواصلات. يعني انا عايز حضرتك من ايام محمد علي لحد الحديث دلوقتي لم يحدث انشاء للطرق والمصارف وتجديدها. اقرا في التاريخ حتى تلاقي بدايه محمد علي شق الطرق والمصارف عشان بناء الدوله الجديده. الرئيس ماشي على نفس النهج، بيبني دوله جديده. الدوله الجديده دي محتاجه بنيه تحتيه اولا، ثم بعد كده اشوف بقى ايه وكل مرحله ليها فكره. مش لازم انا استحدث حاجه قبل حاجه. يعني انا مثلا لما حضرنا في الحوار الوطني وقالوا فقه الاولويات، هو انت لما تبقى في حاله حرب في حاجه اسمها فقه الاولويات؟ لا طبعا. انا في حاله حرب لازم اقضي على الارهاب واقضي على الحاله اللي انا فيها، وبعدين اشوف اولويات وفقا لاحتياجات الدوله. فاحنا خلصنا مرحله الارهاب ومرحله التهديد وعدم الاستقرار في البلد. المرحله الجايه مختلفه جدا، المرحله الجايه بناء ومصانع واستكمال البنيه التحتيه واستدعاء المستثمرين لما يبقى عندك انت حاله استقرار. بالظبط. فلا البلد احنا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عايز اعدد الرئيس. بسم الله ما شاء الله. أكيد. تكافل وكرامه وانشاء طرق وانشاء تباري وتوسيع الرقعه الزراعيه. الرقعه الزراعيه بقت احنا بنصدر رغم الصعوبات اللي احنا فيها دي كلها، انما روح دول الخليج تلاقي كل المحاصيل مصريه، كل المنتجات اللي بتصدر مصريه. ودي حاجه يعني فخر للمصري، فخر لينا احنا. احنا لولا الازمات اللي حوالينا كل ما نيجي نشم نفسنا يحصل معركه في السودان، نيجي نشم نفسنا يحصل موضوع غزه، يجي نشم وبعدين احنا جزء من العالم. حتى اوكرانيا، موضوع اوكرانيا مؤثر علينا هنا. ودي انا يعني بنادي للشباب ونادي الجماعه، الازمه الاقتصاديه مش ازمتنا احنا لوحدينا، دي ازمه عالميه. احنا يعني بنتاثر بيها زينا زي غيرنا، مش ان احنا مفتعلين. وبعدين الرئيس بيواجه مشاكله. يعني انا النهارده لما يكون عندي مشكله ان قيمه الجنيه مش هو قيمته، طب انا هعمل استثمار ازاي؟ لازم انا احط الجنيه على قيمته الحقيقيه عشان اعرف ابني. فلما رجعك لقيمتك الحقيقيه، اللي فات هو اللي كان بيديك الوهم. قبل 2014 كان بيقول لك ان انت قيمتك عاليه وانت ما كانتش قيمتنا كده. اكيد. فلما رجعك لقيمتك الحقيقيه عشان ابتدي ابني على الصح، ده انجاز. هو بيجازف بيه الرئيس. صحيح. لكن هو عنده مشاكله، عنده مشاكل بلده اهم حاجه يحلها. اكيد. سياده المستشار، يمكن احنا يعني احنا بنتكلم من منبر برنامج للاسره والمراه. زي ما بنقول انه المراه بيكون ليها دور فعال جدا في ان هي بتحث الاسره كلها على المشاركه. حضرتك بتقول للمراه المصريه ايه النهارده من برنامج زينه؟ هي المفروض المراه المصريه اللي تقول للراجل النهارده يوم العالمي للراجل عشان الراجل. احنا عندنا يعني انا في الامانه عندي الصراحه انشط ناس عندي هي المراه. طيب يعني انا وانا موجود مع سيادتك دلوقتي عاملين مبادره طرق الابواب. أيوة. اللي عاملاها حضرتك قلت لي. المراه بتنزل على الاسره وتخش بتوعيهم يعني ايه انتخابات، ما بنقولش مرشح معين. بالظبط. دورك ايه ودور الاسره كلها ايه. حقيقي. والشاب يعمل ايه والمراه تعمل ايه ورب الاسره يعمل ايه. فدي احنا بنحاول نخلي فيه ايجابيه في المشاركه مع الاسره صحيح. كامله. صحيح. لكن هي داخل الاسره بقى ليها ان هي تتابع مين راح مين ما راحش. لا لازم تشارك، لازم يكون ليك دور فعال للشباب او للفتيات. ده حقيقي. اللي بيبقى محرك في الاسره المراه. ايوه. فاحنا لما بنقرب من المراه هي بتقدر تخلي الزوج ينزل وتخلي الابن ينزل وتخلي الجماعه ينزل. اكيد. فاحنا بنحاول نحتك كتير قوي بالمراه، عشان كده بقول لحضرتك احنا عندنا في الجيزه رقم واحد على مستوى الجمهورية مشاركة المرأة. أكيد. ننتقل إلى جزئية اللي خاصة طبعا بعملية الانتخابات وكبار السن، دايما احنا بنديهم الأولوية الحقيقة. الحمد لله في تجهيزات من الهيئة العليا للانتخابات احنا شغالين عليها من دلوقتي، وبنعمل استعداداتنا لكبار السن والمرضى. والناس كبار السن هيبقى ليهم اولويه في الدخول في بالزبط. الانتخابات ولو احتاج مثلا حد يجيبه ويوديه فاحنا على استعداد بكده. عندنا داتا، عندنا جدا. داتا في الحزب متكامله. احنا كحزب الاغلبيه كل واحد بيبقى ملم بدايرته، بيعرف يتعامل مع الناس بمشاكلهم. فلو في حد معين مريض بنرسل رئيس الوحده الحزبيه
يبقى متواجد معاه وبياخده بعربيه ويوديه ويرجعه. يعني اللي هيشارك بيدور ان هو يشارك ازاي. فانا بدعو الناس الكبار والصغيرين يعني انا عايزك تبقى قريب. احنا داخلين على استحقاقات كتير ممكن تبقى فيها مجالس محليه. مجالس المحليه لو اتعملت هيبقى فيها اكتر من 50,000 على مستوى الجمهوريه عضو. فانت ليه ما تكونش فعال في بلدك وتشارك في الامور ديك؟ يعني انا بحفز الشباب لان العمل العام ليه ميزه وبيخليك تعرف القرار وتشارك في القرار. صحيح صحيح. يعني احنا بدانا في حزب مستقبل الوطن بشويه شباب عملنا كلنا نعمل من اجل مصر. حلو قوي. وقفنا خلف الرئيس وبقينا دلوقتي ما حدش كان مصدق الشباب دي هتعمل ايه. دلوقتي بقينا حزب الاغلبيه في مجلس الشعب وحزب الاغلبيه في مجلس الشورى. فهي خد قرارك. طيب سيادة المستشار يمكن نتكلم على جزئية يعني أخرى وهي عملية أن أنا أستغل السوشيال ميديا أو الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في التعرف على لجان الانتخابات، وده يمكن من يعني الإيجابيات للسوشيال ميديا أو للإنترنت بشكل عام. إحنا عندنا بنعمل إيه؟ خدنا اللينك بتاع الهيئة العليا للانتخابات ونزلناه على صفحة الحزب. كل واحد يعرف لجنته من دلوقتي. بننزل مجموعة من الشباب في يوم الانتخابات بيعرف كل واحد لجنته فين ومدرسته فين وهينتخب ازاي وطريقة الذهاب إلى لجنته ازاي. يعني احنا بنحاول انه نتواجد بشكل مكثف جدا عشان نسهل، بدل ما يضيع اليوم كله هي 5 دقايق يعرف لجنته ويروح. بالظبط. طيب خلينا نقول كمان انه يعني بخلاف طبعا ان المرأة داخل الأسرة ليها دور مهم، خلينا كمان نلقي الضوء أكتر على فكرة المسؤولية وإن أنا من خلال الشباب أنا ببني مستقبل الوطن. يعني في الفترة القادمة أنا بستكمل المسيرة بالشباب، فمهم قوي إن هو يكون فعال يكون عنده دور في المشاركة. ما أنا بدعو الشباب المشاركة لأن دي ده وطنك وده بلدك وأنت مسؤول عنها وعندك قدر من المسؤولية إن أنت تشارك وتقول رأيك عشان تحافظ على بلدك وتحافظ على استقرارها. ما بقاش انا قاعد متقاعس وفاتح التلفزيون واتفرج على الرجل الكبير والست الكبيره نازله تنتخب وانا قاعد بتفرج عليهم في الفيسبوك. شارك وقول رايك وما تقولش لشخص معين، ما بنوجهكش لشخص معين. قول في عندنا 4 مرشحين، في واحد بيمثل حزب الوفد، في واحد بيمثل حزب الشعب الجمهوري، وفي مستقلين. بالظبط. انزل قول رايك، اقرا برنامج ده وبرنامج ده وبرنامج ده وشارك وشوف مشاركتك دي ليها نتيجه ولا لا. ليها نتيجه اكيد وليها أكيد نتيجه أكيد. في الاصطفاف حول القياده السياسيه اكيد. طيب المواطنه وعمليه ان انا بشعر بالمسؤوليه ليها علاقه بان انا بيكون عندي دور عليا تجاه وطني ان انا بنزل واشارك. هو يعني احنا لما بنخاطب الشباب هو في عندنا قانون مباشره الحقوق السياسيه افرض عمل عقوبه على العدم مشاركه. احنا ما بنتكلمش بالطريقه دي، بنقول لا انت واجب عليك تنزل تشارك، مش شرط تنزل عشان في عقوبه او في غرامه او في كذا، لكن كواجب وطني لازم تنزل تشارك. صحيح. إذا كنتش أنت تهتم ببلدك وتهتم بمسؤوليتك ناحية بلدك، مين اللي هيهتم ببلده؟ صحيح. وبعدين أنت يعني منتظر إيه في ظل الظروف اللي إحنا فيها ديك عشان نشارك؟ يعني ظروف صعبة جدا. إحنا في حرب، إحنا صحيح. في حرب فعلا ومحتاجين اصطفاف ومحتاجين إن إحنا نقف جنب بعض ومحتاجين يبقى قرارنا كله موحد. هما بيراهنوا علينا داخليا، يعني صحيح. لعبوا على كل الجهات اللي تتخيليها وأي حد يتخيلها. أكيد. لعبوا على الفتنة الداخلية، لعبوا على يهدد لك حدودك، لعبوا على كل حاجه. ناقص بيلعبوا على الشباب. الشباب لازم يبقى واعي. بس الرئيس يعني في كذا التصريح بيقول لك انا واثق في المواطن المصري. ايوه طبعا طبعا، عندي ثقه في المواطن طبعًا. المصري وعارف ان هو عنده وعي بالقدر الكافي ان يحققوا الشباب. يعني الشباب دول اهم حاجه. اكيد عنده قدر من الثقه في الشباب ان هم عارفين الخطر اللي بيهدد بلدهم. طيب لو نقدر نقول يعني كده في عجاله اهم يعني هدف من المشاركه بشكل ايجابي في الانتخابات الرئاسيه 2024 حضرتك تقول ايه؟ ان احنا نستكمل مسيرة البناء. احنا وصلنا لمرحلة حطينا البنية التحتية والبنية الأساسية لإقامة دولة حديثة على أسس أكيد. نفتخر بها كلنا أكيد. فدي عايزة نكمل كمان
شويه صغيرين وبعد كده هتشوفوا النتائج ايه. لان احنا بنبني دوله، بنبني طبعاً. عاصمه جديده طبعاً. بنبني دوله جديده، مشروعات قوميه عديده، مشروعات قوميه عديده بالزبط. ومش بتكلفه عاديه. يعني انا نفسي كده الشباب، واحنا هنعمل بنعمل كده في حزب مستقبل الوطن، بناخد الشباب نفرجهم على الصحراء على ارض الواقع بالظبط، شوف عشان تعرف ده اتكلف كام وده اتعمل كام وده منتجاته جت منين وراح فين. فلما الشاب يبقى قريب او المواطن بيبقى قريب وشوف الحاجه بنفسه بيصدق. انا كان في ناس بتعارض الرئيس السيسي ولما كانوا بره، ولما نزلوا مصر اقسم بالله من المطار لحد الجيزه جاء قال لي اللي حصل في مصر في الفتره دي ما حصلش من 30 سنه. صحيح صحيح، ده حقيقي جدا. فالمواطن لازم يشوف ولازم يقف ورا دولته ويقف ورا رئيسه، لان ده المطلوب منه. اكيد. خلينا نقول انه يعني من خلال اليوم العالمي للرجل احنا بنوجه ايضا رساله للرجل، لانه هو رب الاسره وهو ايضا ليه دور فعال داخل الاسره للحث على المشاركه الانتخابيه. احنا طبعا الرجل دوره عظيم جدا، وطبعا بوجه رساله للرجاله كلهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العالمي للرجل. اكيد اكيد. لكن هو رب الاسره، هو الربان بتاع الاسره، هو المسؤول، وهو المسؤول بتوجيه الوعي. انا برضك في مسؤوليه على رب الاسره من ناحيه الشباب. أكيد طبعاً. لان الشباب بيتركوا للسوشيال ميديا والفيسبوك. صحيح. والحاجات ديك لازم يبقى في توجيه. تسمع لمين وما تسمعش لمين، مين اللي كلامه قصده يهد في البلد ومين اللي قصده يبني في البلد. وهو نفسه يبقى عنده قدر من الوعي ومتابعه اللي بيحصل في الدوله عشان يعرف يفتح حوار مع اولاده. أكيد. ويفتح حوار مع اسرته ويبين لهم الدوله ماشيه ازاي وايه اللي المفروض علينا نعمله. لان دي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه جماعيه مش مسؤوليه فرد وحده. بما ان النهارده اليوم العالمي للرجل، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك نورتنا سياده المستشار استاذ محمد الفخراني، امين صندوق نقابه المحامين بالجيزه وامين حزب مستقبل الوطن بقسم الجيزة. شكرا جزيلا. شكراً لحضرتك. هنلتقي بعد الفاصل وهيكون عندنا حوار هام جدا عن آدم وحواء واليوم العالمي للرجل.